con ريكوردينج. يس. طيب خلينا نحكي، هذا الحكي اللي راح احكيه ينطبق على كل الامتحانات اللي راح تقدموها هذا الفصل ان شاء الله في الجامعه، اللي هي امتحانات المد. هلا يا جماعه، امتحانات المد راح تكون اسمها تيك هوم اكزام، اللي هو امتحان تاخذه على البيت. طبعا ما في شيء بخوف فيها، انتم متعودين دائما تعملوا الواجبات الدراسيه، فمتعودين تشتغلوا في البيت. هلأ أسئلة الامتحان راح تكون أسئلة بسيطة، طبعاً أسهل من الـ TMA أو أسهل من الواجب الدراسي، هاي طريقة الامتحان المنزلي، أسهل من الـ TMA، طريقة إنه مش مطلوب منك أنت بالامتحان تحط لنا توثيق داخلي أو تحط مراجع خارجية، بالتالي هذا جزء بيسهل عليك الموضوع. هلأ طبعاً في كثير من الناس خالطين انه الامتحان اونلاين، الامتحان مش اونلاين، الامتحان فقط راح ينزل لك لينك على الموقع يوم الامتحان تبع الماده، راح ينزل لك لينك، اللينك هذا راح يكون عليه ورقه عليها اسئله الامتحان، فانت كل المطلوب منك تاخذ الاسئله هاي وتجاوبها. طبعا اذا تمكنت من طباعتها ممتاز، اذا مكنك عندك كمبيوتر بتقدر تطبع فهذا شيء ممتاز، اذا ما بتقدر تطبع كمان بتقدر تكتبه بخط ايدك، بتقدر تحطه على دوكيومنت وبتكتبه بخط ايدك طبعا، والخط ايدك هذا تصوره تعمل له سكان على اي برنامج من البرامج الموجوده على التليفون على الكاميرا، تجمعهم على ورقه واحده الاجابه تبعتك، على دوكيومنت واحده، خلينا نحكي على وثيقه واحده، وراح يكون لك مكان انك تسلمها زي ما بتسلم الـ TMA بالوضع العادي، راح يكون لك مكان تسلم الوظيفة. طبعا الفرق بينها وبين الـ TMA انه الـ TMA طبعا بتشوفوها الواجب بنحط لك طول شهر او شهرين معك، هذا راح يكون فترة التسليم 24 ساعة. هلا اتذكر انه سواء، يعني انا بحكي لكل المواد، اللينك راح يكون موجود، فمجرد انه حضرتك دخلتي على اللينك معناته انت دخلت على الامتحان، تمام زي المعامله مع الامتحانات، لما تدخل على قاعه الامتحان ما بصير تدخل على قاعه الامتحان تتفرج على ورقه الاسئله وبعدين تقرر اني بطلت اجاوب او بدي اطلع من الامتحان، مجرد انك دخلت على الامتحان على اللينك معناته انت داخل جوا الامتحان، الامتحان بنحسب عليك. طبعا طريقه حساب ال 24 ساعه، مش ال 24 ساعة ببلش يعدوا عليك من الوقت اللي بنزل فيه اللينك تبع الامتحان على الموقع الـ LMS. يعني مثلا افرض انه هاي المادة حطوا الامتحان تبعها 10 الصبح يوم الاثنين، معناته بيكون تسليمها 9:59 دقيقة يوم الثلاثاء. هلا مثلا ينزل على الساعة 10، حضرتك مش منتبه، تيجي تنتبه ثاني يوم انه نزل اللينك قبل ما يسكر بساعة اللينك تروح تعمل كليك وتحكي معي 24 ساعة، طبعا لا، هيك ما بيكون معك 24 ساعة. فال 24 ساعة لاحظ انه بتبلش من الوقت اللي بنزل فيه اللينك. طبعا في تعارضات بعرف على الجدول السابق بكل المواد كل الأقسام، احنا كنا زمان نعد التعارضات انه حدا يكون عنده امتحانين بنفس الجلسة، هلأ صار عنا إذا حدا عنده امتحانين بنفس اليوم هيك صار عنده تعارض، سواء كانوا جلسة أولى ولا جلسة ثانية، فما رح يكفي 24 ساعة، المفروض أنه بده وقت أكثر، لذلك غيرنا الجدول الامتحانات. هلأ جدول الامتحانات الجديد سيصدر إن شاء الله خلال اليومين الجايات، في جدول جديد. أول يوم بالامتحانات راح يكون يوم 11/4، راح يكون أول يوم بالامتحانات 11/4، وطبعا الامتحانات راح تستمر إلى آخر الشهر تقريبا، أكثر من 21 يوم راح تأخذ الامتحانات معنا. السبب أنه عملناه 21 يوم، أول شيء نحن في البيت، المحاضرات ماشي كل شيء تمام، مش مستعجلين على شيء، وبدنا نشيل التعارضات بحيث أنه نحاول قدر الإمكان أنه كل حدا كل واحد يكون عنده امتحان واحد في اليوم، يعني قدر الإمكان. هلا اذا ظل موجود تعارضات بتقدر تقدم عليها ميك اب، طبعا في ميك اب راح يكون او اللي هو تعويضي. امتحانات التعويضيه راح تبلش بعد اربع او خمس ايام من نهايه الامتحانات العاديه. طبعا ما راح يكون في جدول هلا لان نشوف مين الطلاب اللي راح يغيبوا وكيف راح يغيبوا، او المواد اللي راحين يغيبوا فيها، وبناء على ذلك راح ينعمل لهم جدول ثاني للامتحانات.
شو ضل هلا طبيعة الامتحان. هلا طبيعة الامتحان راح يكون أسئلة مقالية، امتحانكم بهاي المادة راح يكون أسئلة مقالية، سؤالين ثلاث أربعة، لسه ما حددنا العدد تبعهم، أو على الأصح ما وصلني إشي إنه كم سؤال، بجوز من هون للأسبوع الجاي يكون واصلنا إشي فمنبلغكم فيه قبل. لكن أسئلة مقالية راح تكون شوي كثير، يعني شوي راح يكون الأسئلة بتتوقعش إنه سؤال مباشر، راح يجيب لك سؤال عدد أو اذكر أو عرف. راح يكون كثير من الأسئلة راح يسألك بنفس الطريقة، إما تعمل مقارنات أو إما إنك تعمل مقارنة بين شغلتين بناء على الكتاب اللي معك أو على السلايدز اللي درستها أو على الكتاب اللي درسته، تعمل مقارنة لشغلتين مع بعض، أو يعطيك موضوع معين وأنت تكتب رأيك فيه، أو يعطيك كيس استدي، يعني مثلا حالة دراسية وأنت يكون الأسئلة على الحالة الدراسية. هلأ سؤال من أحد الطالبات تحكي لنا إذا فكوا الحظر قبل 11/4 ممكن يتغير النظام؟ طبعا لا، لأنه الحظر ما رح ينفك على أحسن الظروف، يعني بأحسن الظروف الموجودة، وإذا كلنا التزمنا كل الشعب إن شاء الله أنه يلتزم، يكون ملتزم مع وزارة الصحة مع تعليمات وزير الصحة، بأحسن أحوال الحظر تبعنا ما راح ينفك قبل 30/4. هاي معلومات مؤكدة، يعني خذوها مني معلومة مؤكدة، ما في إشي راح ينفك قبل 30/4، من 20 ل 30/4 هاي الفترة اللي راح ينفك فيها الحظر، إذا كل إشي مشى حسب خطة وزارة الصحة والناس ما عملوا مخالفات وما طلعتوا تشتروا خبز وتلزوا ببعض بالمحلات الخضرة ومش عارف إيش. إذا التزمنا فيعني بهيك المتوقع إنه ما يعني يكون حوالين 30/4. دكتور بسك سؤال، هلا كيف راح تكون يعني طبيعه الاسئله، كثير سهله ولا صعبه؟ يعني لا سهله ولا صعبه، ما في إشي سهل. يعني سهله شو يعني سهله؟ مفهوم السهل والصعب يعني انه ما بقدر انا استعين عن طريق الجوجل اذا بدي اقارن شغله بين شغله. لا لا مش ضروري، مش ضروري، بس كتابك والسلايدز اللي موجودات معك بكفوا انك تجاوب الاسئله، لانه يعني ماخذين بعين الاعتبار، يعني بس دقيقة، ماخذين بعين الاعتبار انه اكيد في ناس بيكون بجوز يكون ما عنده انترنت، يعني ما عنده قدرة انه يدور على الانترنت، مش مطلوب منك تدور على الانترنت. دكتور رح تحدد التي ام اي انت ولا شو بالنسبة له؟ هلا هذا بالنسبة للامتحان بنحكي صح؟ اللي هو اللي كان المفروض انه يكون اونلاين، هلا بطل اونلاين. تمام؟ هلا بالنسبة لموضوع التي ام احنا كان عندنا كويز 1 وكويز 2 كويزات. هلا الكويزات هذول لسه ما اجانا عليهم جواب الصراحة، لحد امبارح كنت بحكي مع العميد، فعلى الغالب راح يكونوا بنفس الطريقة الكويزات، يعني راح يجيكوا اسئلة بسيطة وتجاوبوها زي نظام الكويز. طيب انا قدمت اول كويز، قدمت بنحسب لك، اللي قدم اول كويز بنحسب له، اللي ما قدم كويز اللي راح يقدمه بنحسب له عن كويزين، يعني ما في مشكلة. تمام مين اللي بيسألنا؟ سامر، سامر سمر، سمر ولا سامر؟ سمر، سمر تسألنا انه في كيف هذا الامتحان فقط، انا بحكي عن الامتحان المنزلي، انه ما بده توثيق ولا بده مراجع، يعني اشي شبيه بالواجب بس اسهل من الواجب، انه ما بده لا توثيق ولا بده مراجع. هلا موضوع الواجبات، لا الواجبات بيكون بدها، يعني بدها بيكون بدها الواجبات بيكون بدها توثيق وبدها مراجع. الواجبات كالعادة يعني ما تغير عليها شيء، ما في إشي قبل 11/4، يعني هاي الرسالة اللي وصلتنا، يعني احنا آخر رسالة وصلتنا قبل يومين انه ما في إشي قبل 11/4، كل امتحاناتنا راح تبلش، امتحاناتنا اول امتحان راح يكون ب 11/4، ومدة الامتحانات راح تستمر زي ما حكيت 3 أسابيع بلس، يعني اكثر من 21 يوم. هلا انا بسمعكم، اذا حدا عنده استفسار اخر. اللي بيسالوني بهاي الماده السلايدات بتكفي؟ اه طبعا بتكفي السلايدات هاي، يعني تقريبا كل إشي بالكتاب محطوط على السلايدز، يعني مطمنين من وراء هاي الماده. يعني هلا دكتور بدي اسالك، هلا الماده المد هاي الواجبات اللي ناخذها، هلا بالفاينل بتشمل هاي المد ولا ما بتشمل المد؟ عشان نعرف بس ايش هي. هلا الفاينل بيشمل ماده المد اللي احنا بندرسها ولا لا؟
لحين الفاينل منبلغك. هلا ما بدي احكي شيء على الفاينل. اوكي. هلا المطلوب مننا احنا بالامتحان لمادة المد الفصول الاول والثاني والثالث والرابع. تمام؟ هذا المطلوب مننا لمادة المد. اول اربع دكتور. تفضل. دكتور سؤال، احنا في الكويز ما اخذناه، شو بدك تعطينا بدال واجب ولا كيف؟ راح ناخذ بدال الكويزين. يعني هيك متوقع انه احنا ما رح نرجع على الدوام الا في، يعني زي ما حكيت ان شاء الله انه بيكون قبل وبنفك الحظر، لكن رح يكون انتهى الدوام قبل ما احنا نرجع. فموضوع الكوزات اذا صار مجال بشهر 5 اخر دوام احنا بيكون الاسبوع اللي هو 9/5. اذا كان في مجال ممكن ناخذ الكوزات، اذا ما في مجال وجز هذا اللي انا بعتقد انه رح يكون في بديل، رح نرجع لموضوع انه نعمل تي ام اي، يعني نعمل واجب دراسي بدل الكوزين. هلا خلي تركيزنا ايش، خلي تركيزكم هلا بالوقت الحاضر المواد الاخرى بهاي المادة، ركز على امتحان المد. هلا الواجب بنحكي عنه بعدين، الاسبوع الجاي بيكون عندنا الكوزين، يعني بيكون عندنا صوره اوضح عليهم. بالمواد الثانيه جنب لجنب اشتغل، لانه تسليم الواجبات راح يكون 5 و6 و7/5، من 5 ل7/5، فيعني مباشره راح تخلص الامتحانات ويكون تسليم الواجبات مباشرة يعني. فحضراتكم اللي هلا عندكم مواد أخرى، أكيد عندكم مواد أخرى بلشوا اشتغلوا على الواجبات، يعني وانت بتشتغل على الواجب انت عمالك بتدرس للامتحان كمان. طيب دكتور بعد إذنك، انت حكيت انه الأسئلة ما حتكون مباشرة، حتكون جدلية ومقارنات، فإذا بتقدر تعطينا أمثلة على أساس نعرف الطريقة والبروسس اللي ما ندرس فيه. حاضر، هذا خليه لي للأسبوع القادم إن شاء الله. إحنا ماشيين كويس بالمادة، يعني على فكرة ما ضل عندنا شيء، يعني كل اللي ضايلات بدناش غير محاضرة اليوم، بجوز بدنا محاضرتين ومنخلص. بس خلي للمحاضرة القادمة بيكون وعدنا اللي هو الشخص اللي إحنا منحط بالأسئلة عمالنا، صراحة لحد مبارح ما كانت جاهزة، بس يصير عندي فكرة عن الأسئلة إن شاء الله بعطيكم المرة الجاي، بعطيكم إشي قريب منها. شكرا لك. يعني إحنا ما بدنا تقلقوا، يعني أنا أهم إشي عندي ما تقلقوا لا بهاي المادة ولا بغيرها، الموضوع بسيط يعني. المشكلة دكتور، يعني دكتور أنا في عندي مشكلة، أنا أول فصل هذا إلي وتسليم الواجبات في المواد الثانية وتوثيقهم ما عندي فكرة أبدا عنه، يعني بسأل أحاول، مش عارفة يعني كيف بدي أندل على. هلأ عنا زملائك اللي موجودين هون هلأ، يعني اسألي أي حدا فيهم، خلي حدا يعطيك تليفون من زميلاتك اللي موجودين اللي موجودات معنا. أولا رح نتعاون معكم هذا الفصل مع الكل، يعني بالواجبات بأي شيء، يعني تعاون غير شكل يعني رح يكون، بس يعني غير عن الفصول السابقة، يعني مش رح يكون تجديد بهالطريقة العنيفة اللي منشدد عليكم سابقا بسبب الظروف اللي موجودة. هلا موضوع التوثيق احنا بنحكي عن هارفارد ستايل، يعني شو بنسميه، توثيق باستخدام هارفارد ستايل، كيف نحط توثيق داخلي وخارجي. كيف الانجليزي تبعك منيح طالب اللي سألته؟ الحمد لله منيح الانجليزي. دكتور كويس. طيب انا على الموقع تبعكم بنزل لكم اليوم، على الموقع تبعك بحط لكم كيف طريقه التوثيق الداخلي والمراجع، بحط لك وثيقة اسمها How to Guide لهارفارد ستايل، كلها 4 ورقات، كل إشي بخص هارفارد موجود على 4 ورقات هدول، بس هو بالإنجليزي، فأنت بدك تحوري للعربي، يعني كيف تعملي بالعربي، لا إذا كانت موادك بالعربي. إذا كانت المواد بالإنجليش شو تخصصك؟ أنا IT دكتور، بس لا أنا منزل المواد بالعربي، يعني مواد عربي بخش. متطلبات مش إشي إنجليزي. هلا هذا ينطبق على العربي والانجليزي، بس بدك تشوفيه بالعربي كيف هو. هلا اللي بيسالني كل الاسئله كل اجاباتك، وعلى فكره كان انا طلعت لايف على الفيسبوك قبل اسبوع، بجوز في منكم كان معي على اللايف، يعني بعض الناس اللي مش موجود اللي بيعرف صفحتي على الفيسبوك يدخل بلاقي كل الاجابات على التيك هوم اكزام. هلا بيسالوني اللي ما عنده لابتوب بلاش، يعني مش ضروري، اذا ما بتقدر تطبع ما في مشكله، اذا ما بنقدر نطبع يعني بنقدر نحط عنا نكتب بخط ايدي بهذه الماده ولا باي ماده ثانيه، انا بحكي عن كل المواد ما بحكي عن ماده معينه. اذا ما بتقدر تطبع، اذا ما عندك كمبيوتر تطبع ما في مشكله، ما في مشكله بالطباعه، بتقدر تكتب بخط ايدك بخط واضح بخط الايد، تقدر تصوره بكاميرا التليفون تبعك تجمعهم مع بعض وتسلمهم على الموقع عادي، صور تسلمهم كصور، بس تجمعهم على إشي واحد، يعني يجمعهم في مكان واحد.
في برنامج ثاني على التليفونات للناس اللي ما معهم لابتوبس، في إشي اسمه على الجوجل ستور ولا على الابل ستور، في برنامج اسمه سكانر. سكانر، نزل السكانر على تليفونك. هذا السكانر انا والله بستخدمه احسن من السكانر اللي عندي بالمكتب، يعني انا بستخدمه احسن من يعني انظف من السكانرز اللي موجودات اللي موجودات في المكاتب. يعني احتمال الفاينل يكون بيتي ما بنعرف لحد هلا، لسه ما في حكي على الفاينل، يعني لسه الفاينل ان شاء الله بشهر 6 بتكون الامور محلوله وبنرجع ترجع الامور لطبيعتها ان شاء الله. دكتور ايش صفحتك على الفيس؟ صفحتي على الفيس اسمها هي انا حاطط اسمها؟ اشوف اسمي على الفيس. حلو هذا السؤال. صفحتي على الفيس هيني راح اكتبها على الشات. تمام خلاص، هي في بنت اسمها سمر بعثت اللينك تبع الفيسبوك. تمام، هي عندك اسمي على الفيسبوك، هي موجود عندك هون، تقدر تدخلي وتشوفيها، وموجودة على صفحة طلاب الجامعة هم كثار صفحاتهم، أنا بطلت أحفظهم. يعني الكتاب كافي ولا كمان لازم سلايدات مدرس؟ سلايد في المادة دي، أنا هاي المادة هاي السلايدز إناف كويس، يعني السلايدز بكفي. مش كلنا عندنا الكتب صراحة، يعني السلايدات بحس إنه أسهل لأنه مش كلنا متوفر عندنا الكتب. ما في مشكلة، أنا يعني الكتاب تقريبا كل إشي بخصكم بالكتاب، خاصة هدول الوحدات اللي أنا حطيتهم اللي نزلتهم ثاني مرة اللي هي من 1 to 8، يعني هدول أنا عملتهم متأكد إنه عملناهم لكل الناس، يعني وزعناهن على كل الفروع، إنه كل إشي موجود بالكتاب موجود عليه. وبعدين انتم شايفين الماده، يعني انا بقبل اعطينا رايك فيها مش مشكله، يعني هي شايفين انتم ارائكم جيده. يعني دكتور سؤال بس بعد ما هسه انت قلت متى نكتب بعدين نرجع نرفعها، مثلا نعملها ابلود للتبع تيك اكزام فهمهم نقدر يس. مثلا نسويها مثلا انه مثلا انا اكتبها على الوورد واكملها مثلا بضروره بخطيه دي مثلا. ممكن طبعا ممكن تكتبها على الوورد، ممكن تجاوب كله على، يعني الافضل اذا جاوبت على الوورد بيكون احسن، بس اذا فرضا ما عندي وورد، ما عندي وورد بعض المواد بجوز حدا يكون منزل ماده فيها رياضيات فيها احصاء فيها ارقام صعب الطباعه فيها، يعني او راح تاخذ وقت طويل، فالوقت الطويل هذا بقدر اكتبه كتابه، يعني بقدر احل كتابيا. يعني فهمت عليك. تمام ماشي ماشي، يعني الامور ميسره، يعني هذا المعنى الامور ميسره، يعني الموضوع كله بالاول والاخر ما بدنا ناخر حدا ظروف. بس دكتور إذا الشغلة بتكون على رأينا الشخصي، يعني الأسئلة رح تكون إيش رأيك كذا أو حللي كذا بوجهة نظرك، يعني كيف رح تكون العلامات معناته؟ لأنه هاي وجهة نظر، يعني ممكن صح أو غلط ممكن تقبلها أو لا. تمام وجهة نظرك طول ما هي مدعمة، طول ما أنت مبررة ليش حاطة هيك وجهة نظرك، طول ما أنت مبررتيها تبرير منطقي صحيح فهي صحيحة، يعني مش شرط تتفقي معي بوجهة نظرك. يعني هلا احنا كنا بالمحاضره، انا أيوة كنت بحكي شيء، هلا مش انا بحكي شيء بالمحاضره وحدا بيعترض؟ هلا بالمحاضرات الفيس تو فيس مش انا كنت بشرح وحدا بيعترض؟ اذا اعترضت وعندك ما يبرر اعتراضك انا بقبل، يعني وجهه نظري مش انا مش صح دائما، الا اذا كنا بنحكي عن شيء علمي، يعني شيء علمي نظريه علميه مثبته، هذا الشيء الوحيد اللي بيكون النظريه صح، لا انا ولا انت. يعني المادة بالشقلوب على الأمأس، كل ما أفوت على المادة بطلع لي الحروف بالشقلوب. هذا بيكون عندك الإشي بالستن تبعت اللابتوب، هيني أنا بفتح أنا فاتحهم من عندي من الأمأس اللي عندي، يعني من إشي بيكون غلط بالنسخة الوورد اللي موجودة عندك. حاولي حولي اللغة، اعملي اللغة عربي اللغة إنجليزي إشي بالستن. يعني دكتور خليها ما تفتح من فوق، تفتح على السلايدز اللي تحت بينفتح معها، اما اذا كان اشتغلت عليه من فوق لا بيطلع مشلبكين. طيب وانتم استغلوا وقتكم، يعني على الشات حطوا لي على الشات اللي عنده مشكله، حط لي اياها مش على الشات هاي اللي هي على ال ام اس، ادخل على الفوريوم وسجل اي شيء اي مشكله عندك وسجلوها هناك. يعني طيب دكتور هلا امتحان دكتور اليوم رح تنزل على اي فصل؟ مش سامعك، ما سمعتك منيح. امتحان الميد لأي فصل؟ الأول، أول، ثاني، ثالث، رابع.
اللي شرحناه الأسبوع الماضي مش مد، هذا مادة فاينل اللي هو الفصل الخامس، والفصل السادس اللي هو رح نبلش فيه اليوم برضو هذا مش داخل في مادة الفاينل. تمام. مش داخل في مادة المد، آسف، هذا مادة فاينل بيكون. تمام نبلش دكتور. من السلايدات يعني أي ناخد أي يونت؟ يونت 1، يونت 2، يونت 3، يونت 4. تمام شكرا. هلا اليوم يا جماعة راح نحكي عن ما راح نخلصه بدأنا بلشنا هيك، خيارات إنشاء المشروع اللي هو الفصل السادس. طبعا راح نتعرف في هذا الفصل على نعرف بهذا الفصل الأنواع الرئيسية الثلاثة لملكية المشاريع التجارية، في ثلاث طرق أو ثلاث أنواع رئيسية كيف حدا فينا ممكن يمتلك مشروع تجاري، وبدنا نفرق بين الأشكال التجارية للأشكال الثلاث للأعمال التجارية. بدنا نشوف شو نوعين على الأقل، طبعا في أنواع كثيرة، الكتاب تبعنا بس مناقش لنا نوعين من ناحية قانونية كيف نسجل المشروع تبعنا من ناحية قانونية، وبعضها اللي هو نتعرف على متطلبات العمل من المنزل، ونتعرف على بعض المصطلحات بجوز يعني فيكم مصطلحات مش جديدة بس نحطها بإطار تجاري أو بإطار علمي كيف إحنا بنتعامل معها. هلأ أول شيء بيحكي لنا الخيارات المهم، الخيارات التي تكون أمام رائد الأعمال من أجل بدء مشروع التجاري. طبعا هذا إحنا بنحكي مشروع تجاري، أنا رائد أعمال عندي فكرة معينة أو عندي فلوس وبدي أستثمرهم، عندي ثلاث طرق إني أمتلك فيها مشروع تجاري. أول واحدة من هاي الطرق إني أبلش إني أبلش المشروع التجاري من الصفر، يعني أبلش مشروعي أنا أبنيه بنفسي، مشروع عمره ما كان موجود، لا إله مبنى ولا إله موظفين ولا إله رخصة ولا إله أي شيء، لهذا اللي بنسميه أن تبدأ مشروع جديد، بمعنى أني أنا ببلش مشروعي من الصفر. الخيار الثاني اللي بيكون موجود أمام رائد الأعمال أنه يشتري مشروع قائم في بزنس معين، في شركة معينة، في شيء معين معروض للبيع أو مش معروض للبيع، أنه عجبك هذا المشروع، بتعتقد أنه هذا المشروع بتناسب معك، ممكن تشتري هذا المشروع. الخيار الثالث اللي بيكون أمام الشخص الريادي أو الشخص اللي بده يفتح عمل صغير أنه يحصل على حق الامتياز. شو يعني بنقصد بحق الامتياز؟ هذا مركزين عليه كثير في كتابنا. حق الامتياز اللي هو بسموه بالإنجليزي الفرنشايز، زي بتشوفوا مثلا هلأ عندنا شركات عالمية، من ضمنها مثلا بالأردن عندنا ماكدونالدز. هلأ ماكدونالدز هدول الناس اللي موجودين في الأردن اللي هو رائد الأعمال أو الشخص صاحب ماكدونالدز هو عبارة عن شخص حصل على حق الامتياز من شركة ماكدونالدز الأمريكية اللي موجودة في أمريكا. مثلا عندنا زي كنتاكي فرايد تشيكن نفس الشيء، هذا اللي هم الأشخاص حصلوا على حق الامتياز من كنتاكي فرايد تشيكن اللي هي الشركة اللي موجودة بأمريكا. مثلا بتشوفوا أبو خضر تبع السيارات اللي بيبيع سيارات البي أم والمرسيدس، هذا الشخص فاتح وبسمي حاله أبو خضر، تجارة سيارات مرسيدس، معرض مرسيدس، لكن هو عنده امتياز من شركة مرسيدس بألمانيا إنه هو المستورد الوحيد، إله exclusive rights اللي هو حقوق حصرية إنه هو الوحيد المستورد الوحيد. وكالة حصرية للشخص. تمام، هاي أنت يعني أنا ما. كأنها وكالة حصرية. وكالة حصرية للشخص، وكالة حصرية بتمكنه طبعاً حسب نوع الوكالة، في إلها أنواع، إحنا مش مركزين كثير على أنواعها بهذا الكتاب، لكن إلها أنواع الوكالة الحصرية. لكن على الأقل اللي إحنا نفهمه إنك أنت مسموح لك تستخدم اسم الشركة وتستخدم اللوجو تبعها اللي هو شعار الشركة واسم الشركة، وأنت بتكون الوحيد في البلد هاي مثلاً، الوحيد واحد لحالك أو مجموعة من الناس حسب الديل اللي بتقدر تستخدمه هذا الاسم. زي مثلاً بكون دافع مصاري عشان يعني لو شركة مرسيدس أو إشي. طبعاً بيكون دافع ولازم يلتزم بشروط، يعني شروط قاسية، شروط الفرنشايز اللي هو شروط حق الامتياز. في رخصة سنوية بدفعها، يعني مثلا أنا بعرف عن الصبوي، تحديدا الصبوي، مثلا الصبوي أعتقد في السنة بس رسوم الرخصة اللي بدفعها الشخص اللي بياخذ حق الامتياز مش للبلد اللي هو فيها، بدفع رخصة لأصحاب الصبوي،
بدفع لهم $50,000 بالسنة، زائد بيكونوا متفقين معه على نسبة من الأرباح كمان. بعضهم قديش نسبة الأرباح تبعته بيكون متفق هو على نسبة أرباح، إنه يدفع له 5% 10% 3% من نسبة الأرباح اللي بيطلعها. فلاحظ إنه كل إشي له حسنات وإله سيئات، إني أبدأ مشروع جديد ولا أشتري مشروع قائم ولا أحصل على حق الامتياز من لمنتج معين أو لخدمة معينة. آسف، كل واحد فيهم إله حسناته وإله سيئاته. مثلا لو نتطلع على إني أنا بدي أبلش بمشروع جديد، شوف الحسنات تبعته، نقاط القوة اللي موجودة بإني أبدأ بمشروع جديد، مشروع من الصفر المشروع الجديد. بيحكي لنا عندك فرصة لدراسة، لإعادة دراسة تفصيلية متكاملة عن المشروع وتجديد جدواه ونسبة نجاحه قبل البدء بتنفيذه. بمعنى أنك أنت حر، أنت بتعمل دراسة تفصيلية، بتعمل بحث بالسوق، بتعمل دراسة متكاملة، وأنت بتقرر بناء عليها بيكون عندك نسبة النجاح، عارف نسبة النجاح وعارف قديش يعني الأرباح اللي ممكن تحصلها من هذا المشروع قبل ما تبلش. حسنات أني أنا أبلش بمشروع جديد، أن أنا بقدر أختار المشروع المناسب لإمكانياتي وقدراتي المالية والفنية حسب شو اللي أنا دارسه وشو اللي أنا بحبه، بختار المشروع، بختار المجال اللي أنا بحبه أشتغل فيه، مش مضطر إني أشتغل بأي مجال آخر. ممكن أختار مشروع كمان يكون الموقع تبعه ملائم، موقع المشروع يكون ملائم، يعني مشروع مش مبلش، أنت بتختار المكان، المدينة، المكان وين أنت بدك هذا المشروع، بتقدر تحطه بأي مكان أنت بدك إياه، أظن إنه لسه مش موجود. طبعاً بيحكي لنا انه كمان لما يكون حسنات المشروع اللي انا ببلش فيه من جديد، السيطرة كاملة بتكون لك، سيطرة كاملة عليه، لك كنترول، سيطرة كاملة عليه. كمان بيحكي لك انه بيكون هذا لما يكون مشروع جديد، هذا بيكون فرصتك انك تحقق الحلم اللي انت عايش على اللي عشت وخططت عشانه وتنفذه بالطريقة اللي انت بدك اياها. هلا بعض نقاط الضعف اللي موجودة في اني ابدا بمشروع جديد. مشروع الجديد معناته اني انا بدي وقت وجهد عالي جدا، بدي تكاليف عالية جدا، لأن أنا بدي تعمل دراسات تفصيلية، بدي أعمل دراسة للسوق ودراسة للزبائن، وبدي أعمل دراسة للمنافسين، وبعدين بدي أعمل دراسة للموقع، وين أحط وين يكون الموقع تبعي، وين أروح جوا المدينة ولا أطلع برا المدينة. كل هذا بده شغل، أنت نقاط ضعف أي إشي بتخطئ فيه ممكن يكون سبب من أسباب الفشل بالمستقبل. بيحتاج فترة طويلة عشان يحقق إيرادات. لما تكون أنت مبلش بشغل جديد، بعمل جديد، شركة جديدة، بدك وقت على الأقل للناس لما يتعرفوا أنك موجود في السوق ويعرفوا المنتجات اللي موجودة عندك. هلأ لذلك ما رح يكون عندي إيرادات عالية في البداية، فممكن أشتغل شهر وشهرين وثلاث وأربعة وأنا ما بربح، يكون بس عمالي لسه بدفع من جيبتي، يعني أنا بنتج وببيع وبدفع مصاريف وبدفع إيجارات موظفين، وأنا لسه ما عمالي بربح من البضاعة اللي أنا ببيعها أو من المنتجات اللي أنا ببيعها. عشان هيك النقطة اللي وراها بلزمك يكون عندك سيولة عالية جدا. بتعرفوا لما نحكي عن مشروع صغير، نحكي عن مشروع ريادي صغير، شو كنا نحكي عنه هذا الشخص الريادي، بيكون كل همه دائما أغلب الأحيان بيكون صرف كل فلوسه هو عماله بيطور بمنتج، فلما يصل إنه المنتج تبعه طلع على الماركت بيكون أو طلع على السوق، وصل للسوق بيكون هذا الشخص يعني ما ظل معه فلوس، ما ظل معه فلوس إضافية يصرفها، فممكن إنه يوصل المنتج، يوصل المنتج بس ما يكون عنده فلوس لشهرين أو ثلاثة يقدر يعيش من وراهم. كمان بيحكي لنا إنه هذا بيحتاج إنه إحنا نوفر للبزنس الجديد. لما يكون عندي مشروع جديد بيكون في عندي تكلفة عالية إني أمن المواد الخام والإمدادات اللوجستية والمعلوماتية، وأوفر له الناس اللي يشتغلوا معي، أختار موظفين صح إنهم يشتغلوا معي. آخر شيء شو بيحكي لنا إنه أنا مبلش بمشروع جديد، ممكن ما يكونش عندي خبرة كافية في كل شيء حتى أقدر أديره وأخرج منه بالأزمات. فلاحظ إنه في إله نقاط قوة وإله نقاط ضعف. يعني أهم نقاط القوة اللي بتطلع عليه لما أنا بدي أبلش مشروع جديد، إني فرصة إني الفكرة اللي بديها أنفذها، الموقع تبعي أختار الموقع اللي أنا بديه، أنا مسيطر على كل شيء، وأكيد نبلش بمشروع فأكيد إني بفهم فيه، عندي خبرة بهذا المشروع، أنا والناس اللي معي بنفهم بهذا المشروع. نقاط الضعف أهمها إنه أنا بدي وقت وجهد عالي جدا، بدي تكاليف عالية جدا، وبدي يكون معي سيولة دائما، سيولة عالية جدا في البداية ما رح أكون بربح، لحد ما أصير أربح
والأرباح تبعتي تصير تغطي المصاري. أي استفسار على أول واحد على أول جزء؟ دكتور بعد إذنك، هلا في مشكلة إن تكون التكاليف عالية كتكلفة مشروع، أنه أفضل إنه يكون كتكلفة مشروع أو كمصاريف إدارية؟ مثلا لما نعمل دراسة جدوى اقتصادية إحنا نحملها للتكاليف المشروع نفسه ولا للمصاريف كمصاريف، أنه أفضل؟ هلا حسب ما هو هذا، انت بتحكي عن اشياء محاسبيه. هلا حسب، اذا بدنا نحكي على التكاليف مش كثير بيكون بمزاجنا انه نحمل المصاريف. وين في قوانين معينه، في انظمه، يعني في معايير معينه بالمحاسبه حتى ما نقع بمشاكل مع الضرائب. في اشياء معينه بنقدر نحملها على تكاليف راس المال، وفي اشياء لازم نحملها على المصاريف الاداريه، ما بنقدر نتجاوزها يعني. بس انه افضل، الافضل لايش؟ حسب مصلحتنا احنا. الافضل لنا يعني الافضل لنا التكاليف. لما انا عندي تكاليف لمشروع، اذا عندي معدات مثلا، اذا عندي بالمعدات ليش احمل المعدات على الاداري مثلا؟ مثل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، هاي مصاريف هاي مصروف اداري بيكون. طبعا هاي مصاريف ادارية، هاي مصاريف ادارية بتكون. بس اي اشي بخص اني انا بشتري معدات، بشتري اثاث، بشتري معدات، هاي لا تعتبر مصاريف إدارية، لأنه هاي من مصلحتي أنا إني أعبيها as اللي بسموها equipment، اللي معدات أو أدوات. وهاي بعمل عليها إيش؟ إشي بسموه، حد يساعدني إذا بعرف الكلمة بالعربي، شو يعني depreciation؟ إني يعني القيمة مثلاً إذا اشتريت شيء بالاحتلاك، احتلاك أو استهلاك. استهلاك تمام، هذا بعبيه على مبدأ الاستهلاك. فيعني أنا لما أشتري إشي بألف دينار مثلا، ممكن يكون الاستهلاك تبعه على 10 سنين، معناته كل سنة بقدر أخذ 100 دينار من الأرباح اللي بطلعها. 100 دينار بدل 1000 دينار اللي أنا شريتهم، بحطهم بحساب لحالهم. فلما يخلصوا 10 سنين بتكون قيمة الآلة اللي أنا اشتريتها فعليا، القيمة اللي مسجلة عندي شو بتكون؟ صفر. إذا كل سنة عمالي بأخذ 100 100 100 من الأرباح، بوصل بالنهاية 10 سنين إنه قيمة الماكنة اللي عندي أو الشيء اللي أنا شريته صفر. بس بالمقابل شو بكون أخذت من الأرباح؟ 1000 دينار حاطتهم بحساب، ما دفعت عليهم ضريبة، ما بندفع عليهم ضريبة بهاي الحالة. إني بقدر أعملها إيش؟ ريبليسمنت، بقدر أشتري إشي بدالها يعني، عشان أظلني دائم التطور، تبديل. هذا أول واحد من الخيارات. لاحظ إنه خيار كل الناس الرياديين ببلشوا بهذا الشيء، لكن هل هو الطريقة الوحيدة إني أبلش مشروع جديد؟ طبعاً لا. في الطريقة الثانية اللي عندنا، إني أشتري مشروع قائم. هلا لما اشتري مشروع قائم، لاحظ النقاط القوة او الحسنات وجود اني اشتري مشروع قائم. اول شيء انه انا المشروع اللي اشتريته عنده رخصة، فما مش مضطر اني امشي بترخيص جديد. ممكن الفائدة الثانية والمهمة للمشروع القائم، انه هذا المشروع اوريدي، المشروع فيه له سوق وفيه له زبائن وفيه له موردين وفيه له موظفين، فيعني معروف انه من اول يوم بتشتغل فيه، من أول يوم بتبلش تشتغل فيه، من أول يوم بيكون في عندك دخل من هذا المشروع. بتستفيد من الخبرات العملية اللي جمعوها الناس يعني عبر الزمن أو عبر السنوات. الناس اللي بيشتغلوا عندك شو صار عندهم خبرات عملية، هاي أنت بتشتريها مع البزنس، مع الشغل اللي أنت شاريه. الإيرادات زي ما حكينا بتكون مستمرة، وإذا عندك أفكار إضافية ممكن أنت تزيد الإيرادات اللي موجودة. آخر شيء، أنت بتستفيد دائما من سمعة المشروع القائم. إذا كان عنده سمعة، وتشز هذا، إذا كان عنده سمعة كويسة، good reputation، إذا كان عنده سمعة كويسة هذا المشروع، أنت بتستفيد من سمعته. يعني أنت بتقدر تبني حالك، بتقدر أنت هيك مش مبلش من الصفر، مبلش بإشي إله سمعة وإله مكانته وإله زبائنه. فأنت السمعة لوحدها إلها ثمن، اللي هو بسموها إيش هاي؟ تسمعوا عنها بالأردن، عنا بسموها إذا حدا بده يروح يشتري محل، بتلاقي بيحكي له بدي المصطلح خلو رجل على المحل، صح؟ تسمعوا بهذا المصطلح؟ رجل، أو كمان فيدباك يمكن تزبط، اللي هو إيش؟ فيدباك أو دكتور بدل خلو، خصوصاً المحل. إيش بسموه عندك؟ إيش كمان مرة الاسم بالعربي؟ سمعة المحل. اللي هو الجودويل بالانجليزي، جودويل بالعربي. انا بعرف واحد من المصطلحات بسموه خلو، اذا كان محل تجاري مثلا بيحكي له بده خلو رجل بالمحل، يعني خلو رجل، انه مثلا بيجي عليه ناس كثير.
في حدا عنده اسم ثاني له؟ في سمعت حدا حكى عنه اشي ثاني؟ بدل الخلو. هو الخلو، هو الخلو بيكون من ال مش من صاحب المحل نفسه، اللي هو مستأجر المحل. هو حسب المنطقة أتوقع بكون. هم اثنين، هم اثنين يا صديقي، الاثنين الاثنين. هذا إنه تسيب خلو رجل، يعني بتروح تشتري محل هلا بوسط البلد بعمان. يجي بحكي فجأة بتطلع على المحل، كل بضاعة اللي فيه بتكون بعشرة آلاف. اسأله كم بدك بالمحل، بيحكي لك بدي بالمحل 50,000. صحيح. العشر آلاف سعر البضاعة، الأربعين ألف اللي أنت بتدفعهم هدول هم اللي بنقصد فيهم، اللي أنت بتدفعهم خلو رجل لهذا الشخص عشان يطلع، أنت بتدفع له إياهم بدل هو مؤسس البزنس. هو بكون حاسبها بدل ما هو أسس البزنس لموقع المحل كويس، الزباين اللي موجودين على المحل، سمعة المحل أو سمعة المحل أو سمعة الشريك. نعتبر القيمة السوقية. قيمة سوقية، يعني هاي قيمة ملهاش فعليا قيمة فعلية، إنه مش بضاعة راح تبيعها، يعني أنت هاي سمعة، سمعة المحل. بيحكي لك إنه صلي فاتح 5 سنين 10 سنين، أنا عندي زباين عندي، فهو ببيعك المحل مع زباينه. يعني لدرجة إحنا كنا نحكي عنها وإحنا بالبزنس، إنه صاحب اللي بيجي يبيع محل يعني مستعد يبيعك، بده يدفعك ثمن الهوى اللي جوا واللي حواليه كمان. هذا اللي مقصود. زي اللي بيشتروا البراندات، محلات البراندات الكبيرة، العلامة التجارية مثل هيك. تمام. هلا العلامات التجارية موضوع ثاني، هلا بنيجي عليه موضوع ثاني. دكتور أنا كنت أفكر، دكتور كنت أفكر خلو الرجل بسموها يعني إنه البضاعة جوا المحل بس، مش إنه سمعة المحل زي. لا بضاعة المحل بالعادة، شوفي أي محل، أي شركة نروح نشتريها، أي شركة نروح نشتريها، بدنا نشتري احنا فعليا. لما انا بدي اشتري شيء بدي اقيم البضاعه اللي موجوده داخلها، اجيب حدا يعمل لي ايفاليويتر، حدا يجي يعمل لي كم ثمن البضاعه وادفع له ثمنها. بس فعليا ما في شركه بتنباع بالقيمه الفعليه تبعتها. القيمه الفعليه تبعت الشركه بتكون قيمه شو المعدات والاجهزه اللي داخلها. بس لما فعليا احنا ندفع الثمن، ما بندفع احنا، حتى بندفع ثمن الموظفين اللي موجودين، قديش عندهم خبرات بدفعنا ثمنها، قديش عنده زباين، كل هذا بدفع سمعته، كم سنة صار له فاتح، كل هذا اللي هو بسموه بدخل تحت مصطلح الجودويل، بسموها بالقانون يعني الجودويل، معروف المصطلح. حتى لما نكتب عقد قانوني بيكونوا كاتبين انه ثمن الشركة هاي 100,000، 20,000 هو مثل الشهرة ولا اشي بيختلف؟ تمام، نفس الشيء، الشهرة السمعة بيكونوا كاتبين بالعقد انه هاي الشركة انباعت، الطرف الاول باع للطرف الثاني الشركة هاي بقيمة 100,000، في 20,000 بضاعة، في 80,000 بدل الجودويل. أيوة صحيح. بيكونوا كاتبينها هيك إنه 20,000 ثمن البضاعة، 80,000 على الجودويل اللي هي وبالتالي أغلب المشاكل اللي بتصير بعدين إنه حدا ببيعنا إشي جودويل وبقنعنا إنه عنده سمعة كويسة، إذا اكتشفنا بعدين إنه ما عنده سمعة كويسة فجأة نشتري المحل ويكون عليه قضايا قانونية ومخبية، تقدر تطالب بال 80,000 تبعونك، ترفع عليه قضية وترجع تطالب فيهم هذول المصاري. إذا غشك بشيء يعني قانونياً. بس دكتور قانونية، بس ما رح يعني ما رح أقدر أرجع إذا حكى لي سمعة المحل كويسة أو هذا الشخص معه خبرة وبنهاية طلع إنه لا، فكان ما بقدر أرجعها قانونياً. لا بالقانون بيكون ضحك وخلص. إذا على موضوع الخبرة يس، بس على موضوع السمعة إني أنا أشتري إشي وبعد شهرين ثلاث أنا أدخل بالبزنس بعد شهر ولا شهرين يبين إنه ما عنده سمعة وبين إنه هذا عنده مشاكل قانونية، نقدر نرفع عليه قضية ونسترد الفلوس تبعتنا، أو مش كلها، على الأقل جزء منها نسترده يعني. تمام. فهذا هذا جزء من الأجزاء اللي موجودة بالقانون. القانون كثير له دخل، القانون التجاري ب لما نناقش مشروع إنه إحنا نشتري مشروع قائم. دكتور بدي أحكي لك، بالمحاسبة إحنا لما مثلا الشركات وهيك لما يجي يدخل الشركاء إنه ينضم شريك جديد مثلاً بفوت بنسبة معينة كان يدفع منها مبلغ مثلاً والباقي إنه تروح بدل شهرة لإله. ممكن طبعاً حسب. إنه ما يدفع فلوس إنه الشهرة هاي تبعته يفوت فيها إنه بقيمتها. كود بي، في ناس بس بدخلوا باسمهم بس بدخل مجرد أيوة اسمه يدخل اسمه. هو شريك بالاسم فقط، حدا أيوة عنده صحيح. يعني هلا مين ما بيحب الأردن يفتح مشروع ويكون حدا من شومان، من شومان المصري، شومان المناصير. المناصير ممكن يدخل مع اي حدا بس مجرد انه يحط اسمه، بس باسمه بالمناصير يدخل باي مكان، فهذا سمعه جيده، الناس بيعرفوا انه عنده اموال وعنده استثمارات، اسمه لوحده عباره عن فلوس. هذا اللي بنقصد فيه بالجودويل، اسمه لحاله فلوس. صحيح. تمام. اهم من الفلوس اكثر، لانه على اسمه بتجيب الفلوس اللي بدك اياها بعدك من اي مكان.
تمام. هلا بعض نقاط الضعف لما نحكي عن مشروع قائم، لاحظ انه احنا لما نشتري مشروع قائم زي ما حكت واحدة من زميلاتنا، ممكن نكتشف بعدين انه حدا حكينا ليش بدك تبيع، دائما كل اسباب البيع بتكون بسبب السفر، ممكن ما يكون بسبب السفر، ممكن يكون عنده مشاكل، احنا ما رح نعرف هاي المشاكل الا لما فعليا نشتري ونصير داخل هذا البزنس. فممكن يكون عندنا اشياء سلبيه، اسباب اللي خلت الاونر الاصلي صاحب الشركه الاصليه او صاحب البزنس الاصلي انه بده يبيع. هلا ممكن من الظاهر يبين انه هذا المشروع هو اللي احنا بدنا اياه وموجود فيه الاهداف اللي بدنا اياها، يعني من الظاهر ظاهريا اذا ما كنا عملنا دراسه معمقه. ممكن لما نشتري هذا المشروع يبين انه مش موجوده فيه المقومات اللي بدنا اياها. ممكن يكون هذا المشروع كمان ما بتوافقش مع الطموحات. كيف انت عندك طموحات مستقبليه؟ يكون في حدود. ممكن جدا يكون موقع المشروع غير ملائم، يعني تضطر تشتري، انت سكان عمان تضطر تشتري مشروع يكون بعيد عن مكان سكنك ساعه او ساعتين. ممكن جدا يكون تكلفه الشراء مرتفعه، لانه هذا اللي كنا نحكي فيه، لانه البائع بده يبيعنا مع المنتجات اللي موجوده عنده، مع الاشياء الفعليه اللي لها ثمن، بده يبيعنا الشهره وحق الملكيه. هذا بالنسبه له بيكون معتقد انه في لهم ثمن. هلا النوع الثاني هذا اللي هو شراء مشروع قائم. النوع الثالث اللي هو راح نحكي عنه ونوقف عنده اللي هو الفرنشايز، اللي هو الامتياز التجاري. طبعا هاي واحده من الطرق اللي ناجحه، اذا حدا عنده، اذا حدا بيكون معه راس مال، يعني بيلزمه راس مال، وراس المال لازم يكون راس مال كبير، بيلزمه راس مال كبير. طبعا هذا بسموه الفرنشايز اللي هو حق الامتياز. كيف بيمشي حق الامتياز؟ انه بيكون في عندي شركة، اول شيء لازم يكون في عندي شركة او طرف هو مانح للامتياز، وهيك بنسميه مانح للامتياز، اللي هو المالك الحقيقي للعلامة التجارية والمالك الحقيقي والاساسي لهال نوع هالمشروع. وهذا المانح الامتياز يقوم بايش؟ يقوم بمنح الاخرين او بيع اسمه وبيع الاسم والمنتجات وطريقة العمل اللي بيعملها لأشخاص آخرين، ممكن يكونوا بنفس البلد وممكن يكونوا في بلاد أخرى. أبسط مثال عليها اللي هو المثال اللي معروف عنا واللي كلنا شايفينه، إذا اطلعنا على صبوي واطلعنا على ماكدونالدز، على برجر كينجز اللي هي محلات الأكل السندويشات، مقراتها كلها موجودة في كل العالم. الشركة الأم اللي هي بنسميها الشركة الأم اللي هي الشركة المانحة للامتياز بتكون موجودة في بلد معين، بمنحوا حق الامتياز تبعهم لأشخاص في دول مختلفة. طبعاً عشان يمنحك حق الامتياز أو إنك تشتغل باسمه، تشتغل على اسمه، بيكون له متطلبات. طبعاً بعض المتطلبات اللي عنده بيكون بده رسوم سنوية، بده جزء نسبة من الأرباح. هذا أولاً، يعني بده يعمل فلوس وهو موجود بمكانه. ثانيا نسبة من الأرباح. ثالثا بيطلب منك الالتزام بالمعايير، يعني محل مكدان وماكدونالدز اللي بتدخل عليه بعمان أو بإربد أو بتدخل عليه بالصين أو بتدخل عليه بكندا أو بتدخل عليه بفرنسا، ما بتحس حالك غريب داخله. الألوان واحدة، إذا قرروا أنه يغيروا الديكور بغيروا الديكور بكل العالم. طبعا تغيير الديكور بيكون على، مش على حساب الشركة، طبعا بيكون على حساب الشخص اللي اشترى حق الامتياز. وانت تدخل على محل ماكدونالدز مثلا، اي مكان بتدخل عليه، مجرد انك دخلت داخل المحل، الساين واحدة بتشوفها في كل مكان، حرف الام هذا بتشوفه من مسافات، حتى حجم الساين بيكون نفس الحجم. دكتور ممكن نحكي كمان الجامعة العربية المفتوحة، اي بلد نفس الديزاين ونفس كل شيء. نوعا ما احنا ملتزمين بديزاين المواد نفس الشيء، لكن البنايات مثلا مختلفة. الجامعة العربية المفتوحة فرع الأردن، البناية تبعته غير عن الرياض، غير عن الكويت، غير عن البحرين. تمام، غير عن البحرين. يعني إن بنحكي عن المكدان ومثل ماكدونالدز، نفس الشكل وانت داخل في المحل، أول ما تفتح الباب وين ما كنت في العالم راح تشوف نفس الشيء، نفس النظام، وين الكاشير موجود، وين اللي بيعمل البطاطا، وين اللي بيطبخ اللحم مثلا، وين الخبز موجود، وين كل إشي بيكون نفس الديزاين معمول.
الالوان واحده. احنا الالوان عندنا تقريبا ملتزمين، عندنا كود بالجامعه العربيه، يعني كود الالوان الابيض والازرق والاخضر هذا موجود بكل الجامعه، بس البنايات على الاقل مختلفه، بس طريقه التدريس واحده، الكتب اللي بنستخدمها واحده. بس ممكن. دكتور بكون المحتوى بيختلف، يعني مثلا انت اعطيتنا مثال ماك، مثلا المنيو بماك مثلا بامريكا غير مثلا عندنا بالاردن، بالاردن غير دول الخليج غير الصين. مين حكى؟ انا سمر. مين اللي حكى يعني هيك؟ انت جربت؟ هو انت إيه؟ لا يعني مثلا احنا الوجبات غير مثلا البطاطا يمكن موحده، بس مثلا الاكل الوجبات تختلف. هلا في شغلات ممكن قصدها انه ماكي بورك او هيك. لا لا، في الشغلات اللي بتختلف حسب الكلتشر. ماكدونالدز تحديدا المكان الوحيد في العالم اللي بيختلف فيه المنيو في الهند فقط، لانه باقي العالم ما عندهم مشكله ياكلوا لحم البقر، بالهند البقر مقدس فبيستبدلوا البقر بشيء تاني لانه حرام بالهند ياكلوا بقر. بس بالغالب الوجبات واحدة، البيج ماك مثلا موجوده، اللي موجوده بالاردن نفس اللي بكندا، نفس اللي ب نفس اللي بامريكا. بس دكتور ما في الهام، ما في البورك، ما عندنا. تمام، هون ما عندنا لانه الثقافه تبعتنا ما بتقبل، زي الهند ما بيقبلوش ياكلوا بقر، احنا ما بناكل هام مثلا، بيتفقوا أيوه. مع الثقافه اللي موجوده، يعني بيحاولوا يستبدلوه بشيء موجود بالثقافه، يعني عشان يشوفوا الزباين، يعني عشان يرضوا الزباين بالمناطق الموجوده. تمام ممكن. هلا محتويات المنيو اكيد بتختلف شوي حسب ثقافه الناس اللي موجودين وحسب الديانات اللي موجوده، الثقافه الثقافه اللي موجوده والديانه. يعني مش معقول ناس يكونوا البقر مقدس عندهم وتذبح بقر عندهم وتحكي لهم تعال كل البقر، ما بينجح هذا البزنس. وعندنا مثلا بالاردن مثلا ما عندنا نسبه قليله جدا الناس اللي بياكلوا الهام والخنزير مثلا، فمش معقول يحطوه بالمنيو تبعتهم، انه باقي اغلبيه الناس ما راح تدخل المحل هذا بسبب وجوده ساعتها يعني. تمام. هذا الفرنشايز، الفرنشايز له حسنات وله سيئات. طبعا امثله الفرنشايز، شوف حاط لنا مثال ماكدونالدز، لاحظ ماكدونالدز بيحكي لنا ماكدونالدز اذا بدك تشتري الاسم بس بدك بين مليون، من مليون ل 2.2، من مليون لمليونين دولار بس عشان تشتري الاسم، بس فقط عشان تشتري الاسم تبعهم، يعني عشان يمنحوك انك رخصه انك تستخدم اسمهم. وفوق هذا بدك كمان 500,000 تقريبا، عشان ال 500,000 دولار هدول عشان تقدر تفتح فيهم محل، بكلف المحل 500,000. هذا اللي شايفينه الديزاين تبع المحل، لازم مهندسين من عندهم يجوا يعملوا له الديزاين، لازم هم يشرفوا عليه، لازم يكون تماما شبه اي مكان، باي ماكدونالدز باي مكان بالعالم. اضافه الى ذلك في 45,000 دولار بال 45,000 دولار بالسنه رسوم، بس عشان احنا ندخل يكون عندي فرنشايز اسمه ماكدونالدز. لاحظوا هاي تكاليف مالية عالية جدا، بس شو المقابل إلها؟ المقابل إنه وين ما تفتح ماكدونالدز أي حدا بأي مكان بالعالم بيعرف إيش يعني ماكدونالدز، بيدخل جوا ماكدونالدز هو عارف إيش متوقع إنه يأكل جوا ماكدونالدز. فأنت من أول يوم بتفتحه، حتى لو كان بزنس جديد، من أول يوم بتفتحه في إله زباين. دعاية ماكدونالدز اللي بيجوها على التلفزيون بغض النظر بأي لغة حطوها على أي قناة حطوها، أنت مش مضطر تعمل دعايات، لأنه الماكدونالدز هاي الدعاية مثلا الشركة الأم هي اللي بتعمل الدعاية. وهذا ينطبق على كل إشي فرنشايز. مثلا حاطين لنا محلات السبن إلفن، هذا محل سوبر ماركت بيفتح 24 ساعة، سبن إلفن بيفتح 24 ساعة مع جاز ستيشن وبدون جاز ستيشن. بيكون أغلب في منهم بيكون سبن إلفن مع جاز ستيشن مع محطة بنزين، وفي منه بيكون سبرت. طبعا هذا بيمتاز إنه فاتح 24 ساعة، في كل إشي تقريبا بلزمك أشياء سريعة، بس ما بينفعش عيلة تروح تعمل شوبينج منه مثلا. هذا بينفع لشغلات أنت مقطوع فيها، مثلا بدك سكر الساعة 2 بالليل، الساعة 3 بالليل بده سكر ملح مش عارف، بتروح على 7-11 بتلاقي. طبعا سعره غالي، اسعار البضاعه اللي فيه غالي بسبب انه سريع. طبعا كل المحلات لها السيم ديزاين، وانت داخل على 7-11 اذا متعود انك تعمل التسوق تبعك ب 7-11 فيش داعي تسال حدا وين الاقلام الرصاص موجوده، ولا وين اقلام الحبر، ولا وين الصمغ موجود، ولا وين البيبسي موجود. كلهم لهم نفس الديزاين، حتى ترتيب الثلاجات داخل المحلات، ترتيب الثلاجات بيكون نفس الترتيب. البضاعة كلها بتيجي من الشركة الأم، أمريكا تحديدا كل البضاعة اللي بيبيعوها بتيجي من الشركة الأم،
تمام. مقابل هذا الشيء لاحظ انه الرسوم الفرنشايز، هذا الرسوم اللي بتدفعوها الناس على الفرنشايز حسب المنطقة وحسب المكان اللي انت فيه، الرسوم بتبلش بجوز من 10,000 لمليون، تمام. واتليست بدك 150,000، انا بحكي 150,000 ولا، هذا ارقام قديمة يعني. انا على فكرة كان عندي مرة بيوم من الايام كان عندي 7-11 وانا عايش في شيكاغو، بس يعني 150,000 بيحكوا عنه ولا إشي، هذا 300,000 كنت دافع فيه. وكنا ندفع تقريبا المكان اللي أنا كنت فيه، كنا الرسوم المنطقة الرسوم الفرنشايز كانت حوالين 70,000، حوالين إشي حوالين 70,000. حتى الناس لباسهم واحد، وأنت داخل 7-11 أنت صاحب المحل أو الشغيل بالمحل، في لبس معين لازم تلبسه يعني، في لبس معين لازم تلبس فست مكتوب عليها اسمهم، وكل بضاعتك لازم تكون عندهم كمان. علي كيف دكتور بيجي كمان تفتيش على ال 7-11 بشوفوا اذا ملتزمين باللباس ولا لا؟ اه طبعا باللباس وبالوقت، هذا ال 7-11 ممنوع يسكر يعني. انا بتذكر انه المحل كان عندي سنتين يعني، انا استقاد انا بعرفش مفتاح المحل وين يعني، مفتاح البوابه الرئيسيه ممنوع يسكر هذا الباب يعني، لازم الباب يضل مفتوح على جميع الظروف يعني. في أمثلة ثانية على الفرنشايز حاطلنا اللي هو الكنتاكي فرايد تشيكن من أمثلة الصبوي، هذا من الفرنشايزز اللي ناجحة جدا. هذا كنا في عصر شفناه الصبوي بعصر ما كان له قيمة، وبعدين فجأة بعد دعاية هذا المحترم جيري، أول واحد عمل دعاية للشاب اللي كان ناصح مليان وظل مداوم على صبوي وضعف، بعدين ارتفع سعر الفرنشايز تبعه. كمان من الفرنشايزز اللي هي البيتزا هات، وفي الكومن ماث اند ريدنج سنترز، هذول اللي هم للكتاب، ريماكس اللي هي شركة عقارات، ديري كوين اللي هي شركة الألبان والآيس كريم، باسكن روبنز اللي هي شركة هاي اللي بتكون دائما مع دانكن دونتس شركات الآيس كريم، دانكن دونتس نفسها عبارة عن فرنشايز. وهلأ صار عندنا شو عندنا كمان، ستاربكس عبارة عن امتياز، ناس بيقدروا يشتروا رخصته على انه امتياز. راح نوقف هون عشان نفتح المجال للناس اللي ورانا يستخدموا السيستم. عندكم اي استفسارات باخر كم دقيقة؟ طيب دكتور، عن المعلومات نزلتها عن ماكدونالدز وشركات هاي مش موجودة بالكتاب، ولا هاي معلومات حرة؟ يا مع قراءات حرة، معلومات حرة يعني، امثلة عليها يعني. يعني مش واجب ان نحفظهم او شيء؟ لا لا، بكفي انه كلهم نفس المبدأ يعني، انا مش ضروري احفظ الارقام بقدر ما اني انا افهم انه هاي دانكن دونتس هي عبارة عن شركة ام، وبتمنح حق امتيازات لناس بكل دول العالم انهم يستخدموا. بكفي انه نعرف كم مثال عليهم يعني، لانهم محطوطين بجدول نحفظهم بالكتاب. يس، من اكبر شركات الامتياز في العالم، اكبر شركات الامتياز بالعالم يعني، بدنا نعرف عنهم شيء. احنا حاطين معلومات تفصيليه 10 امثله تقريبا هم حاطين. اي استفسار اخر؟ يعطيك العافيه دكتور. بس دكتور بس عشان بس ما تنسى تنزل لنا على الفورم طريقه التوثيق طيب. الواجبات طيب انا هلا راح انزله مباشره لاني انا نسيت اصلا، كويس انك ذكرتيني. الله يسعدك دكتور. تمام، هيني انا هيك بس نخلص. شكرا، يعطيك العافيه. نخلص المحاضره ان شاء الله مباشره راح انزل لكم. اوكي، شكرا دكتور، يعطيكم العافيه. أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. سلامات. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية. السلام عليكم. مع السلامة.